جمهور مدينة وجدة كان على موعد مع أمسية فنية رمضانية على إيقاع الطرب الغرناطي، نظمت بمناسبة تأسيس الجوق الجهوي لهذا اللون الموسيقي العريق. وخلال هذا الحفل الفني استمتع عشاق الطرب الغرناطي والموسيقى الأندلسية بمدينة الألفية بفقرات فنية متميزة قدمتها هذه الفرقة الموسيقية التي أدت خلالها قصائد ونوبات موسيقية غرناطية رائعة. نحتفي اليوم بحدث كبير ألا وهو تأسيس فرقة الجوق الجهوي لمدينة وجدة عاصمة الشرق، وهي عبارة عن فرق غرناطية، واليوم نحتفي بها باعتبارها جوق، وهذا يدخل ضمن الحفاظ على الموروث الثقافي اللامادي باعتبار أن الطرب الغرناطي هو السمة المميزة للجهة الشرقية. هذا التأسيس نتاع هذا الجوق الجهوي لمدينة وجدة اللي كانت هذه في الحقيقة هذه فكرة كانت عندنا قديمة، نتمنوا هذا المولود الجديد ان شاء الله غادي يعطي واحد القيمه مضافه للغرناطي في مدينه وجده، واحسن حاجه بعدين اللي فيه ان احنا قدرنا نجتمعوا احنا واحد فايته 9 تاع الجمعيات، فايته 9 تاع الجمعيات اللي اجتمعنا اليوم حاليا وكوننا هذا الجوق الجهوي للطرب الغرناطي، وان شاء الله راه عندنا واحد البرنامج طموح، اللي غادي نشاركوا به الصعيد المحلي والوطني والدولي ان شاء الله بحول الله. هذه التظاهرة الثقافية تروم تعزيز الإشعاع الثقافي والفني لمدينة وجدة وجهة الشرق بصفة عامة، والتعريف بغناها التراثي وبدورها الفني الرائد في الحفاظ على هذا الطرب الأصيل.